السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا مشاهدين ومتابعي قناه الحليفي فلوغ. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان الفيديوهات اللي كنحطوا ينالوا الرضا والاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، الاغلبيه ديال الناس المتابعين ديال القناه ما مشتركينش في القناه، وهذا واحد الشيء اللي هو محزن مع الاسف الشديد. ما فيها بس انكم تشتركوا دعموا القناه ديالنا، وكذلك حنا نجتهدوا من اجلكم. وما تنساوش انكم يعني القنوات ديال اللي فيها الفائده واللي كتستافدوا منها انكم تدعموها باش يطلع يوتيوب المغربي يكون فعلا يوتيوب اللي هو مشرف للامه المغربيه، وما نطلعوش دائما كما على بالكم روتيني اليومي. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه في واحد الموضوع اللي تهم واحد الشريحه كبيره من المجتمع المغربي. واحد الشريحه اللي كتخدم في الاعمال الحره، اللي عندها الحرف، اللي عندها صناعه تقليديه قديمه. اذا هاد الناس هادو هما اللي غادي نتكلموا عليهم في هاد الحلقه. لا شك حرفيين، صناع تقليديين، المهنيين، اصحاب الحرف اليدويه، سمعوا بالسجل الوطني للصناعه التقليديه. وهذا السجل الوطني للصناعه التقليديه الناس المسؤولين او الدوله المغربيه ربطته بالتغطيه الصحيه لواحد الفئه من الناس. شنو هو السجل الوطني للصناعه التقليديه؟ شكون الناس اللي عندهم الحق يتسجلوا في السجل الوطني، السجل الوطني للصناعه التقليديه، وعلاش بالضبط هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه، وكذلك الشروط ديال التسجيل، وشنو هي المنافع، وشنو هي المميزات ديال هذا السجل الوطني. هذه الاسئله كامله غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، ابقوا معنا. السجل الوطني للصناعه التقليديه هو واحد السجل جاء به القانون 1750. واحد القانون 1750 جاء ينظم حرف الصناعه التقليديه بالمغرب. هذا الموضوع ديال القانون 1750 من بعد غادي نتكلموا فيه. اللي تيهمنا هو هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه. القانون 1750 خرج في الجريده الرسميه، وان شاء الله غادي يطبق، لكن باقي ما طبقش في الميدان. فقط هذا السجل الوطني هو اللي مطبق. علاش؟ لان الضرورات تبيح المحظورات. الضروره ديال التطبيق ديال هذا البند هذا من القانون 1750 المتعلق بانشطه ديال الصناعه التقليديه هو التغطيه الصحيه. بزاف ديال الناس كيديروا حرف صناعه تقليديه، كيديروا انشطه يدويه، كيديروا عندهم تعاونيات وخدامين، ولكن ما لقاوش ليهم واحد الصيغه باش يسجلوهم في التغطيه الصحيه. فخرج هذا السجل الوطني اللي كيتسجل في هذا السجل الوطني تقنيا واوتوماتيكيا كيدوز للسينيسيس اي اداره الضمان الاجتماعي. مثلا بالنسبه للناس اللي صحاب لاباتونت مباشره، اللي مسجل عنده محل وخدام ومسجل في الضريبه، يعني داخل في النظام الضريبه الجزافي، هادو كلهم دازوا السينيسيس. بالنسبه للمقاولين الذاتيين اللي مسجلين في السجل الوطني للمقاول الذاتي، هذوك حتى هما تقنيا دازوا يعني السجل الوطني للمقاول الذاتي، دوزوهم مباشره، وغادي نتكلم على المقاول الذاتي، دوزوهم مباشره للسينيسيس. بقاو لينا هذه الفئه اللي ما مسجلاش في الضريبه. بعض المرات كتلقى واحد غير خدام مثلا صباغ تيتنقل من هنا مع شي مقاول ذاتي، وفي نفس الوقت ما مسجلش. هاد الناس هو اللي جا ليهم هذا السجل، وبما فيهم التعاونيات. حتى التعاونيات الدوله ما لقات فيهم شي صيغه لحد الان، فربما السجل الوطني هو الحل بالنسبه للتعاونيات. اذا شنو هو السجل الوطني من الناحيه القانونيه؟ هو انه جاء من ضمن البنود ديال القانون 1750 المنظم العمليه ديال انشطه الحرف الصناعه التقليديه. الى هنا اللي معني بالسجل الوطني جميع الحرف ديال الصناعه التقليديه. ملي كنتكلم على الحرف ديال الصناعه التقليديه او الحرفيين والصناع التقليديين والاصحاب الاشغال اليدويه، راه كنتكلم على جوج ديال الاصناف. كاينين الاصناف اللي هما خدماتيين، كاين الاصناف اللي هما داخلين الفنيه الانتاجيه. فالخدماتيين ممكن صباغ، بناي، كوافور، حلاق، بزاف ديال الاصناف اللي كيخدموا واحد الخدمه، ميكانيك السيارات، بزاف اللي كيخدموا خدمات. بالنسبه للفنيه الانتاجيه مثلا الخياطه، الحداده الفنيه، النجاره اللي معنيين بالسجل الوطني للصناعه التقليديه. اول حاجه هما الفراده،
الحرفيين واصحاب المهن الفرادى. ثاني حاجه المقاولات ديال الصناعه التقليديه. وثالث حاجه التعاونيات ديال الصناعه التقليديه. هذا هما اللي معنيين انهم يتسجلوا في السجل الوطني للصناعه التقليديه. شنو هي المزايا اللي غادي يجنيوها من التسجيل في الصناعه التقليديه في السجل الوطني للصناعه التقليديه؟ المزايا هو اول حاجه هو ان غادي يكون بالامكان ديال اي واحد سجل في هذا السجل انه ياخذ واحد الشهاده ديال الحرفه ديالو او الشهاده المهنيه. ما غتبقاش داك المساله نمشي نجيب شهاده الحرفه من عند المقدم. كاين سجل وطني الا كنت مسجل فيه فراه غتاخذ الشهاده ديال الحرفه ديالك. هذه نقطه. النقطه الثانيه هي انك غادي تستافد من برامج التكوين والمواكبه. كذلك النقطه الرابعه غادي يكون عندك الحق انك تشارك في المعارض اللي كتنظمها الغرف ديال الصناعه التقليديه، المديريات، دار الصنع. رابع حاجه هو انك غادي يكون عندك الحق تشارك وتطلب الدعم فيما يخص الدعم المقدم لهذه الفئه، والعديد من المزايا. وبالاضافه لواحد النقطه اخرى، ممكن ان يكون حتى في العمليه الانتخابيه يعتمدوا عليها السجل الوطني للصناعه التقليديه. اللي مسجل في السجل الوطني ممكن يدوز مباشره للوائح الانتخابيه. شفنا اذا شنو هي المزايا التسجيل في السجل الوطني للصناعه التقليديه. شنو هي الشروط والوثائق المطلوبه باش نسجلوا السجل الوطني للصناعه التقليديه؟ اول حاجه اذا كان صانع تقليدي وعنده دبلوم عنده الحق يتسجل، بشرط يجيب نسخه من دبلوم ونسخ من بطاقه التعريف الوطنيه. ثانيا صانع تقليدي تزاول الصناعه او احدى حرف الصناعه التقليديه حرفه من الحرف لمده 3 سنوات، هذا غادي يجيب لنا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه وغادي يجيب لنا شهاده مزاولات انشطه الصناعه التقليديه. شهاده المزاوله ممكن يجيبها من السلطات المحليه او يجيبها من امين الحرفه او من غرفه ديال الصناعه التقليديه. الطرف الثالث هو صانع تقليدي معلم يفوق مزاوله ديالو الحرفه 10 ديال السنوات، هذا غادي يجيب لنا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه وغادي يجيب لنا شهاده الخبره اللي كتعطى من غرفه ديال الصناعه التقليديه. شهاده الخبره. اذا هادو عندهم علاقه بالصنيعيه او المعلمين الفرادى. ارى نشوفوا التعاونيات والمقاوله، مقاوله الصناعه التقليديه اشنو هي الشروط. التعاونيه ديال الصناعه التقليديه حتى هي عندها الحق تسجل في هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه. اشنو هما الشروط والوثائق؟ اول حاجه الملف القانوني ديالها تثبت ان هذه التعاونيه كتدخل او الغرض ديالها الاساسي او الاشتغال ديالها او الانتاج ديالها كيدخل في القطاع ديال الصناعه التقليديه. هذه نقطه. النقطه الثانيه هي نسخه من بطاقه تعريف ممثل ديال هذه التعاونيه، وكذلك شهاده تثبت ان هذا الممثل تزاول احدى انشطه الصناعه التقليديه او الحرفه او النشاط المهني اللي هو داخل في قطاع ديال الصناعه التقليديه واللي تشتغل به التعاونيه. هذه الوثيقه كتعني الممثل ديالها، ممكن يكون مسير وممكن يكون ممثل عضو من اعضاء ديال التعاونيه، لان القانون ما وضحش شكون هو هذا الممثل. واش الممثل هو رئيس مجلس اداره ولا المسير ولا عضو من الاعضاء تيعطيوه هاد الصفه هادي باش يتكلم بالاسم ديال التعاونيه. غادي نمشيو لواحد الطرف اخر اللي هو المقاوله ديال الصناعه التقليديه. المقاوله ديال الصناعه التقليديه حتى هي عندها الحق انها تسجل في السجل الوطني للصناعه التقليديه. اول حاجه هو الملف القانوني اللي كتثبت ان هاد المقاوله فعلا تتشتغل
في واحد المهنة من المهن أو في واحد الغرض من الأغراض اللي كتدخل في القطاع ديال الصناعة التقليدية. كذلك نسخة من البطاقة التعريف الممثل ديال هذه المقاولة وشهادة تثبت أنه تيزاول نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية. هذا الممثل ديال المقاولة ديال الصناعة التقليدية خاص يكون ديجا مسجل في السجل الوطني للصناعة التقليدية. إذا باش تسجل المقاولة ديال الصناعة التقليدية خاص يكون هذاك الممثل ديجا مسجل ويجيب لنا واحد نسخة من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية مع الوثائق المذكورة الملف القانوني ديال المقاولة واللي تشتغل ولازم تشتغل في القطاع ديال الصناعة التقليدية أو في مهنة من المهن أو حرفة من الحرف أو صناعة من الصناعات اللي كتدخل في القطاع ديال الصناعة التقليدية. شفنا المزايا، شفنا الناس المعنيين بهذا السجل. غادي نتكلموا دابا على النقطة الأخيرة في هذا الفيديو اللي هي طريقة ديال التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية. اول حاجه غادي ندخلوا واحد الموقع الكتروني، هنا غادي نحطوا لكم هنا ولا هنا، المهم غادي نحطوا لكم هذا الموقع. مجرد ما ندخلوا ليه غادي نشوفوا واحد الايقونه انشئ حسابك، غادي نكليكيو على داك الايقونه ديال انشئ حسابك وغادي نعمروا داك بلاتفورم اللي حاطين تمايا. هذاك بلاتفورم فيها واحد النقطة أو فيها واحد الخانة فيها الحرفة ديالك، فغتختار الحرفة ديالك وغادي تسجل وغتكمل التسجيل. بطبيعة الحال ما تنساش أنك تستخرج واحد النسخة ديال عملية ديال التسجيل احتياطا. ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك وتعاليق داعمة ومشجعة. في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نتكلموا على مرافقة. أي موضوع بغيتو نتكلم عليه حطوه لنا في التعاليق، ولكم جزيل الشكر. شكرا على المتابعة ديالكم وإلى اللقاء في حلقة مقبلة في موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.